تفريعا لشريف شعبان مراسل قناة الأهلي المتواجد في استاد مختار التتش بالجزيرة علشان يطمننا على كل ما يخص فريق النادي الأهلي بالتحديد بعد مباراة الأمس وكمان استعدادا للمباراة المقبلة. شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي أنتي وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الفل تمام يا متألق. ربنا يخليك. نتكلم عن مران الأهلي النهارده يا شريف، عايزين نطمن على فريق النادي الأهلي، الأمور ماشية إزاي؟ التدريب كان عبارة عن إيه النهارده؟ وكمان كلمنا عن الإصابات وعودة المصابين، مين اللي رجع، مين اللي لسه قدامه شوية، قول لنا كل تفصيل يا شريف. طيب خليني الأول أقول لك إن خبر مفرح لجماهير النادي الأهلي النهارده، يمكن في أول زيارة بعد إجراء العملية رئيس مجلس الإدارة الكابتن الكبير العظيم الكابتن محمود الخطيب، يمكن النهارده كان متواجد في النادي الأهلي في الجزيرة، ويمكن اجتمع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ حوالي ساعة ونص في غرفة الكابتن سيد عبد الحفيظ، وغادر النادي الأهلي على الفور. وطبعا رصدنا بكاميراتنا تحركات الكابتن الخطيب، نتمنى له يا رب الشفاء ويعود سريعا لمهام عمله، لأن كل جماهيره الأعضاء في انتظاره بشغل، مش عاوز أقول لك يمكن الأعضاء كانت له مقابله وكله كان حريص يتصور معاه، رغم يمكن يعني تعبه لسه، لكن هو ما كسبش حد واتصور مع الناس كلها عشان ما يحتاجش حد وما يزعلش منه. برينا كان رائع اصلا وبالمناسبه هو لسه شغال امامي مفرح، يعني معلول بيشارك، اجايب بيشارك، صالح جمعه بيشارك، الشناوي بيشارك، ازارو بيشارك، بيشارك فيما امامي الكبار دول بيشاركوا، يمكن منظمه في التمثيل تستمر في تمرين الكوره، يمكن كجزء من فقرات التدريب كل قوه ما شاء الله اللي فاتت اصابات ورا اصابات، فمتفاجئ كل ثلاث ايام الاهلي وجود طارق، ولكن الحمد لله الحمد لله ان هؤلاء النجوم بيشاركوا في صفه منتظمه، يمكن اللعيبه اللي شاركت بالامس طبعا. طب شريف بس بعد اذنك عايز اسالك سؤال بس مهم جدا، الاسماء اللي انت قلت لي عليهم ان هم بيشاركوا في التدريبات بشكل طبيعي، دول شاركوا في التدريبات الجماعيه بشكل كامل كله ولا بعض الاجزاء من التدريبات بس؟ من اول التمرين لاخر التمرين. حلو قوي، ده خبر كويس جدا جدا بالنسبه للاهلاويه. اتفضل. زارو، معلول، شناوي، صالح جمعه، مؤمن زكريا، وباقي النجوم طبعا، يمكن كان ما كانش موجود موجود معلول، ما كانش موجود موجود شناوي، ما كانش موجود موجود، مؤمن زكريا كان عنده وجعات في الحنتيه في عضلتين، موجود موجود صالح جمعه، ده ما شاء الله بجد يعني اللمسه المهنيه جدا طبعا، كورسات العربيه لاعب كبير، شيخ متالق في التمرين، كلهم متالقين في التمرين. اللي طبعا اللي شاركت بالامس الاثيوبيه النهارده كان فيه كفرنج، كان التمرين خفيف جدا ودخلوا الجيم، كان فيه ثلج وغادروا على طول النادي، يمكن شيخ اكرامي النهارده يمكن جري حوالين الملعب برضه نفس القصه معشور، يمكن هيبان بقى، انا مستني بس الدكتور خالد محمود يطلع من التمرين عشان يساله على حاله معشور بالاخص اكرامي في انتظار خروجه من بعد التمرين، كابتن طارق سليمان على الجانب الاخر، تدريب حراس المرمى الشناوي، علي لطفي، مصطفى رمضان، الثلاثه متالقين، الشناوي متالق جدا، الشناوي بيعلن جاهزيته للرجوع مره اخرى، طبعا لو احتاجوا الجهاز الفني ايا كان عنده، شريف ما شاء الله ماشي كويس جدا، الشناوي ايضا النهارده بيرجع بكل قوه. خليني اقول لك ان التاهيل مستمر لصلاح محسن، يمكن كابتن طارق عبد العزيز اشتغل معاه فتره من فترات التاهيل، يمكن لو طمنا على المصابين احمد فتحي انا عرفت خلاص ان هو قرب كلها ايام ويبدا ينزل ما شاركش النهارده احمد فتحي في التدريبات؟ لا ما شاركش احمد، اكتفى بتدريبات الجيم وغادر النادي على الفور، بس خلاص قرب، انا عارف اللي هو خلاص قرب. محمد نجيب يمكن بنتكلم حوالي ثلاث اسابيع او اقل، رامي ربيعه برده بنتكلم في اربع اسابيع او اقل، بس طبعا هيبقى في تمرين كوره بس مش هيبقى في امتحانات خالص. صلاح محسن يعني برده مش اقل من ثلاث اسابيع، ربيعه برده مش اقل من ثلاث اسابيع، يعني ستيب ستيب، يعني هتلاقي القصه كلها باذن الله على شهر واحد القصه ماشيه كويس، وهتلاقي كله بيرجع تباعا، هيعمل الفارق الكبير هؤلاء اللاعبين طبعا في رجوعهم. كان مقرر ان النادي الاهلي يلعب يوم الاثنين مع طبعا نجوم في الدوري، ويغادر الى اثيوبيا في مساء الاثنين او فجر الثلاثاء، يمكن عرفت النهارده ان تم تاجيل السفر ليوم الثلاثاء العاشره مساء، يعني يمكن تاجل السفر لمده يوم، دي ابرز كواليس التمرين اللي لسه مستمر الى الان في ميلان. طيب اخيرا يا شريف، كابتن محمود الخطيب حضر المران زي ما انت قلت، عايز اعرف هل كان في اجتماع ما بينه وما بين اللاعبين ولا هو اكتفى بالجلسه مع كابتن سيد عبد الحفيظ؟
الكابتن خطيب حضر الساعه 1:30، فالتمرين بيبقى الساعه 4، هو دخل على طول على الاداره يمكن 3 4 دقائق، وبعد كده على مكتب الكابتن عبد الخطيب قعد حوالي ساعه ونص وغادر النادي على طول، كان لسه التمرين ما بداش. طيب ما التقاش مع اللاعبين خالص. خلاص تمام. شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا الراجل.